مرين عبيد من شينان المري انطلاقه جديده، والكلمه تنتقل للزميل سعد بن متلاع العتيم. شكرا للزميل محمد بن بريك. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم، نحييكم من هنا من ميدان سباقات الهجن العربيه الاصيله، حيث تستمر اشواط الاثاره ونستكمل المرحله الثانيه من سباقنا المحلي الثاني. ونبارك في البدايه لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني بمناسبه فوز الدوحه بالشوط الاول الرئيسي الخاص بالحيل وتقديمها للاداء المميز، وكذلك الثانيه بدورنا ننقلها الى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري والذي رافقها في عمليه التضمير. ها هي اذا انطلاقه رئيسيه اخرى وشوط رئيسي اخر يفتح أبوابه لكم مشاهدين الكرام، أبواب المتعة وأبواب الإثارة والتشويق. إذا ننطلق مع هذه الانطلاقة الرئيسية ونكشف أسرار هذا الشوط. الباز هو من يحتل المركز الأول. الباز إذا يتقدم التقدم الممتاز للسيد حمدان بن محمد بن عجيان المري. النقلة على المركز الثاني، شاهين هو من يتواجد في ثاني المراكز بالحميدي بن راشد بن مقارح المري. أما المركز الثالث فهنا شاهين لحامد بن حمد بن لفجح المري هو من يحتل ثالث المراكز. وتابع المركز الرابع وهنا الساعي، الساعي يسعى في رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني والتضمير مع محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس أجد فيه شاهين للسيد محمد بن راشد النعيمي. ها هي النتيجة في ندائنا الأول والأسماء الخمسة الأولى المتقدمة بقيادة الباز. الباز إذن هو من يسيطر، هو من يحتل المركز الأول المتقدم. الباز يفرض الحضور، يفرض حضور مميز. أي حضور هذا يا الباز؟ إنه شوط رئيسي قوي، شوط يجمع الشعارات العملاقة في منافسة مفتوحة، مفتوحة رحابها للجميع. هذا هو الباز إذن يحتل الصدارة أمامكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء على الكادر الأعلى بشعار حمدان بن محمد بن عجيان المري هو المتقدم وهو المتصدر. أما المركز الثاني فنجد شاهين هو من يحتل المركز الثاني، الحميدي بن راشد بن مقارح هو من يتابع ومن ينطلق في ثاني المراكز. المركز الثالث شاهين، حامد بن حمد بن لفجح المري هو المتابع لانطلاقة شاهين والمنطلق مع شاهين في ثالث المراكز. الساعي يأتي في رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية، المنطلق مع الساعي والساعي مع الساعي إلى تحقيق نقطة هذا الشوط الرئيسية. المركز الخامس شاهين، خليفة بن خميس بالغويص السويدي هو من يأتي في خامس المراكز. ها هي النتيجة وذعناها في ندائنا الثاني، والغويص يأتي في المركز الخامس، ولكن يا الغويص هناك بن عجيان هو من يتقدم هذا الجمع ومن يتقدم هذا الكم الكبير من الزمول. معركة الزمول تسير في مصلحة الباز وتصب هناك في مجرى الباز. الباز إذن يتحكم بمجريات هذا التحدي، هذه السيطرة إذن تحت أمر الباز، الكل تحت أمر الباز. الباز هو الآمر وهو الناهي في هذا الشوط. حمدان بن محمد بن عجيان المري ينطلق ويمني النفس بأن يستمر الباز في تأديته لهذا الأداء الممتاز، ولكن المركز الثاني باللفجح يحتل المركز الثاني. هنا شاهين مع حامد بن حمد بن لفجح المري في المركز الثالث. الغويص بدا يتسلل من المركز الخامس الى المركز الثالث الان. ضيفنا العزيز القادم من دولة الامارات العربية المتحدة، نرحب بالغويص ونرحب بكل ضيوفنا الكرام اعزاء اخوة هنا معنا في هذا الميدان المميز. اذا غير شاهين وانتقل شاهين الى ثاني المراكز مع السيد خليفة بن خميس الغويص السويدي. الله الله الله. المركز الثالث هنا شاهين،
حامد بن حمد بن لفجح المركز الرابع الساعي، الساعي اذا يتابع فيها نتابعه ويتابع الموقف ايضا محمد بن خالد العطية، بينما الملكية تعود لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمشاغب انطلق مع الساعي الآن وغير الساعي إلى المركز الثالث وزاد من سرعته الساعي وانطلق انطلق انطلق الساعي، الله 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 الله، المركز الرابع المركز الرابع. نشاهد ايضا اسم جديد شاهين ومحمد بن طالب بن هليل المري يصدر التعليمات بانطلاقة ايضا شاهين لمحمد بن طالب بن هليل، بينما خامسا هناك شاهين لحامد بن حمد بن لفجح المري. يا سلام يا سلام يا سلام، 1200 متر على خط النهاية، والتغيير الذي حصل هناك تغيير جذري على مسار المنافسة، غير شاهين لخليفة بن خميس الغويص السويدي واستلم العهدة من الباز لينتقل الانتقال الممتازة الانتقال الرشيقة برشاقة وبلياقة، ينطلق إلى الكيلومتر الأخير. السلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشوط الرئيسي للزمول ضمن الأشواط المفتوحة مع البا مع شاهين لخليفة بن خميس الغويص السويدي. اتحرك الساعي في المركز الثاني وأعرف عراية التهديد وأعلن عن تشكيل الخطورة. يا سلام، الساعي إذا في المركز الثاني وشاهين هناك على المركز الأول، شاهين لخليفة بن خميس الغويص السويدي، بينما الساعي يأتي في المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المشاغب محمد بن خالد العطية ينطلق مع الساعي ويسعى مع الساعي إلى افتكاك الصدارة من الباء من شاهين، ولكن شاهين بسرعة الشواهين المحلقة بسرعة الطيور الجارحة ها هو يشق الطريق نحو ناموس هذا الشوط. سلام شاهين، سلام السلالة الشاهينية، سلام على هذا الانطلاق المميز وعلى تحقيق الشوط الأول الرئيسي للزمول. تهانينا نزفها إلى شقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد وخصيصا إلى ميدان السوان هناك في رأس الخيمة، ويستاهل خليفة بن خميس الغويص السويدي نقطة الشوط الرئيسي للزمول. تهانينا، والناموس المركز الثاني جاء فيه دائما لعلي بن محمد بن سعيد النابت، المركز الثالث الساعي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع جاء شاهين لمحمد بن طالب بن هلي المري، والمركز الخامس الباز لحمدان بن محمد بن عجيان المري. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام، والسلالة الشاهينية هي من تميزت في هذا الشوط من خلال كثرة الأسماء التي شاركت، ومن خلال أيضا الحضور الممتاز الذي تسجل مع شاهين. التوقيت الزمني 8:34 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن خميس الغويص السويدي. أما المركز الثاني فكان من نصيب دايمان، والذي قطع المسافة في زمن مقدار 8:38 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن محمد بن سعيد النابت المري، والمركز الثالث جاء فيه الساعي وقطع المسافة في 8:39 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة.